الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد استئذان الوالدين في الجهاد، وقلنا الجهاد فرض عين وفرض كفاية. فرض الكفاية لا يجوز الخروج إليه إلا بإذن الوالدين، ولأن طاعة الوالدين فرض عين، وإذا طاعت فرض عين فرض كفاية لابد من تقديم فرض العين، فلا يجوز له الذهاب إلى الجهاد إلا بعد الاستئذان، لا سيما كان تطوعا أيضا، لأنه قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وقلنا بأنه كل فرض كفاية فإن فرض العين يقدم عليه برضاء الوالدين. أما إذا تعين الجهاد كصف أو استنفار ولي الأمر أو العلم الذي سلك طريقه، إذا تعين فإنه يقدمه على عصيان الوالدين أو على طاعة الوالدين، لأن الوالدين ليس لهما منعه من فروض الأعيان، ليس لهما ذلك. طيب، هو روى المصنف هنا أيضا حديثا عن سعيد بن منصور، قال حدثنا سعيد بن منصور، تعلمون صاحب السنن مشهور من الثقات الإثبات، قال حدثنا عبد الله بن وهب المالكي الثقة الثابت الأمين، أخبرني عمرو بن حارث من الثقات قال أن دراجا أبا السمح، ودراج بن السمح يقال اسمه عبد الرحمن، لقب يعني الدراج لقب القرشي السهمي مولاهم المصري القاضي مولاه عبد الله بن عمرو بن العاص، قال أحمد حديثه فيه نكر أو منكر، مع المعين قال ثقة، قال أجل عن أبي داود أحاديث مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم، فقط عن أبي الهيثم حديث مضطرب، وقال سعيد ليس بالقوي، وأيضا قال منكر الحديث، وقال أبو حاتم في حديث ضعف، قال الدرقني ضعيف، وأيضا قال متروك، وقال يعني الرازي على قول المعين قال لا ثقة ولا كرام. وأحمد صراحة حمل أيضا الضعف على التخصيص، يعني كل ما جاءنا ضعيفا هنا وبتضعيفه كله محمول عليه على أبي الهيثم، لذلك أحمد قال أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف، يبقى هو ضعفه من ناحية شيخ واحد، من ناحية شيخ واحد، وكل ما جاء عن العلماء في التضعيف المطلق يحمل على هذا المقيد. قال حدثه عن أبي الهيثم، والحديث هنا عن أبي الهيثم لذلك فيه ضعف، حيث رواه أيضا الدرقطني عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من السبع المكثرين عن أبي الأمين، وأبو الهيثم وسليمان بن عمرو بن عبده الليثي، نعم. قال ابن معين ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال العجلي ثقة، عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال هل لك أحد باليمن؟ فقال أبواي، فقال أذن لك؟ قال لا، قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما أو فبرهما. والصحيح هنا نقول أنه تكلم على فرض العين وفرض الكفاية، فرض العين وفرض الكفاية، فهذه يسأله النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لك أبوان؟ قال نعم، قال أذن لك، وكان هذا كما قلنا كله محمول على فرض الكفاية أو على التطوع، جهاد التطوع، لذلك كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان الجهاد فرض عين أو واجب ما سأل، فلذلك سأل، قال لك أبوان أو قال لك أحد في اليمن؟ قال أبواي، قال أذن لك بالجهاد؟ قال لا، قال ارجع استأذنهما، نعم، فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما، يعني هذا الأفضل، وهذه ثابتة في الهجرة والغزو أنه وجب عليه أن يستأذن الوالدين، لذلك قال فإن أذن فجاهد، لأنهما أسقط حقهما وحقهما فرض عين، وإلا فبرهما أخدمهما واطعهما، والبر أفضل لك، لقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والخلاصة إذن الوالدين واجب لازم في كل جهاد إلا فيما كان فرض عين، كما قلنا باستنفار ولي الأمر أو بالتخاف الصفين أو هجوم أهل الكفر على بلاد الإسلام، اللهم ارفع الغم عن الأمة ولا تمكن أهل الكفر من أهل الإسلام. ثم قال باب في النساء يغزون. روى بسنده عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقينا الماء ويداوينا الجرحى، وهذا رواه مسلم وأيضا الترمذي. صحيح في هذا الباب أنه لا يجوز استحاب المرأة في الجهاد في ساحات الوغى، ولذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت لكم الجهاد أو للرجال الجهاد فكيف للنساء؟ قال جهادكن عندكن جهاد، جهادكن قال جهادكن الحج لا قتال فيه، قال جهادكن الحج لا قتال فيه. هذا سنة
حاضر. تأمرون ونحن خدم لكم. حاضر إن شاء الله. رضي الله عنك يا شريف. لسه سيأتي بقى المسائل المهمة في التقعيد والتأصيل في الخلاف المعتبر والخلاف غير المعتبر والكلام على النتيجة، حتى لا يأتي أناس يمرنون الناس على التقليد ثم يقولون هذا هو العلم. أمر عجب عجاب. هنا استحاب النساء، الأصل أنه لا يجوز خروج النساء في الغزو، ما يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جهادكن الحج لا قتال فيه. نعم، لكن خروج النساء لعلة وهي مداواة الجرحى، نعم، وسقي الماء والاندفاع بمثل هذه الأعمال جاز ذلك. لكن كانوا يخشون استحاب النساء طبعا حتى لا تكون الدائرة عليهم فتسبى النساء. لكن إذا كما قلنا صاحب بعض النساء لما فيهن الفائدة والحاجة والإعواز ليسقين الماء ويدوين الجرحى جاز ذلك، لأن هذا هو موضع الحاجة، هذا موضع الحاجة. الفائدة الفوائد من المستنبطة: عند تعارض فرض العين وفرض الكفاية يقدم فرض العين على فرض الكفاية. بر الوالدين من أعظم الطاعات والصالحات، يقدم على الجهاد إن كان الأمر على التطوع. جواز الاستعانة بالنساء في الحروب من عند الحاجة، ليس في ساحة الواقع لكن في الميادين من أجل مداواة الجرحى. طيب، عندنا سنن ابن ماجه وسنن الترمذي، صحيح؟ عندنا سنن ابن ماجه. أترك لكم مجالا لبعض الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.